اليوم. بالنسبة للجائزة الوطنية لحقوق الطفل والجائزة الدولية لحقوق الطفل، هي جائزة تم إطلاقها من طرف الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، والتي تمثلها في بلادنا جمعية موريتانيا لصحة الأم والطفل، وكان أطلقناها يوم 15 يوليو إلى يوم 31 يونيو. والهدف من الجائزة هو مشاركة الأطفال، وطبعا هذه المشاركة التي تضمنها الاتفاقيات الدولية، خاصة الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. هذه جائزة بمناسبة مرور 30 سنة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ومرور 40 سنة على تأسيس الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال. بالنسبة للجائزة لدينا مرحلتين في الجائزة. بالنسبة للمرحلة الوطنية هي إطلاق الجائزة على المستوى الوطني، والجائزة هناك فئتين، الفئة ألف هي فئة الرسوم والكاريكاتير، والفئة باء هي فئة الأغاني. وطبعا بالنسبة للمرحلة الوطنية يتم فيها اختيار المتميزين من خلال لجنة التحكيم. وبالنسبة للجنة التحكيم تم تشكيل لجنة التحكيم طبعا بوجود وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، وجود اليونيسف، بوجود إطارين في مجال الكاريكاتير وفي مجال القناة خبيرين، وبوجود طبعا ممثل للجمعية الموريتانية لصحة الأم والطفل. وتم اختيار المتميزين في الجائزة على مستوى المرحلة الوطنية يوم 5 أغسطس. بالنسبة للمرحلة الدولية والتي ستتم في جنيف، سوف تعقد يوم 15 سبتمبر، ومن خلال هذه المرحلة الدولية سيشارك جميع فروع الحركة الدولية للدفاع عن الأطفال في العالم. وأتمنى التوفيق لمتسابقينا في موريتانيا. طبعا بالنسبة للمشاركات كانت هناك مشاركات قيمة، خاصة في الرسومات وفي الغناء، وبالنسبة لنا جميع المشاركين نعتبرهم فائزين، لأن الهدف هو مشاركة الأطفال، هو الهدف السامي من الجائزة هو مشاركة جميع الأطفال. لكن طبعا هناك بعض الأطفال يتميزوا بدخول في معنى الجائزة.